هلو برايمري 2، هاو ار يو؟ ازيكم يا سنه تانية، عاملين ايه؟ النهارده هنكمل برضو يونت 7 من كتاب كونكت بلس. هناخد موضوع عن الصحراء، تعالوا نشوف بيقول ايه. بيقول ذا ديزرت از هوت اند امتي، يعني الصحراء بتكون سخنه وفارغه. امتي يعني فارغه. ذا ديزرت، الصحراء، از هوت، ساخنه، and empty وفارغة. الصحراء بتكون حر سخنة، and empty فارغة. empty يا صحابي يعني فاضية أو فارغة. there are sand dunes يعني كثبان رملية، فيها كمان كثبان رملية. يعني ايه كثبان رملية؟ يعني رمل كتير، جبال رمل كده، تلال رمل. شفت انت الصحراء قبل كده؟ فيها ايه؟ فيها رمل. الرمل ده بقى اسمه sand dunes، يعني كثبان رملية. there are some animals، كمان فيها بعض الحيوانات. الصحراء بيبقى فيها كده ايه، شوية حيوانات قليلة. there are بيكون هناك some animals، بعض الحيوانات. but not a lot of plants، لكن مش الكتير من النباتات. plants يا صحابي يعني نباتات. but not، لكن مش a lot of، كتير من plants النباتات. يعني الصحراء ما فيهاش نباتات كتير. plants ما ننساش يعني نباتات. وبعدين بيقول an oasis is a place in a desert where there is water، يعني الواحة بقى بتكون المكان الموجود في الصحراء حيث يوجد المية. an oasis يعني الواحة، is بتكون a place، المكان، in a desert اللي في الصحراء، where حيث there is water اللي بيكون فيها الماء. يبقى لما يقولك ايه هي an oasis تقوله ايه؟ تقوله is a place، ده بيكون مكان، in a desert في الصحراء، where there is water حيث يوجد الماء. there are also trees and plants، يعني ده كمان في أشجار ونباتات. الواحة مكان في أشجار ونباتات. people can use the water to grow dates، يعني الناس كمان بيقدروا يستخدموا المية دي عشان ينموا البلح. dates يعني البلح. وإيه كمان؟ olives figs and grapes، الزيتون والتين وكمان العنب. olives figs and grapes، they can keep farm animals too، يعني هم كمان بيقدروا يربوا الحيوانات الزراعية. كده خلصنا باراجراف بتاع الديزرت بتاع الصحراء. تعالوا بقى نركز على أهم الكلمات اللي فيه ونحفظها كويس عشان الدرس ده مهم جدا. أول كلمة معانا قررناها كتير اسمها the desert. the desert صحراء. the desert صحراء. وبعدين hot ساخنة. hot ساخنة أو حر. hot H-O-T. وكمان عندنا empty يعني فارغة. empty فارغة تتكتب ازاي؟ E-M-P-T-Y. بس في حاجة في الكلمة دي يا صحابي، ان البي مش بتتنطق، البي silent، يعني بنقول empty مش empty. no empty. empty يعني فاضية أو فارغة. بعدين sand dunes كثبان رملية. sand dunes كثبان رملية بتتكون من كلمتين sand dunes، نحفظهم كده sand dunes كثبان رملية. وكمان عندنا animals. animals يعني حيوانات. animals حيوانات. but يعني لكن. but يعني لكن. plants يعني نباتات. plants نباتات. repeat after me. plants نباتات. p l a n t s. الكلمة المهمة قوي قوي كمان اسمها ايه؟ an oasis. an oasis يعني واحة. an oasis. an oasis قلنا فيها ايه؟ فيها trees اشجار. trees اشجار. الاشجار دي بتطلع ايه؟ بتطلع dates بلح. dates بلح. و olives يعني زيتون. olives.
أوليفز زيتون، وكمان غريبس عنب، غريبس عنب. وممكن كمان تطلع إيه؟ فيجز تين، فيجز تين، F I G S، فيجز تين. كل ده بيحصل إيه؟ بيحصل له grow، بينمو، grow بينمو. خلاص، دي أهم الكلمات اللي في القطعة دي، عايزاكم تحفظوها كويس. ويلا بسرعة نقرأ القطعة التانية، واللي هي بعنوان The Sinai Peninsula، يعني شبه جزيرة سيناء. The Sinai Peninsula، شبه جزيرة سيناء. الكلمة دي برضو مهمة نحفظها كويس جدا. Is an area of land with water around most of it. يعني ايه الكلام ده يا صحابي؟ بيقول ان شبه جزيرة سيناء عبارة عن منطقة من الأرض حواليها مياه كتير. It has a Mediterranean sea in the north. يعني البحر الأبيض المتوسط في شمالها، على شمالها. And the Red Sea in the south، في الجنوب. البحر الأحمر in the south، في جنوبها. يعني شبه جزيرة سيناء عبارة عن منطقة حواليها مياه كتير، البحر المتوسط في شمالها والبحر الأحمر في جنوبها. وبعدين بيقول The Sinai Mountain Range is very famous، يعني سلسلة جبال سيناء مشهورة جدا. يعني سيناء دي يا صحابي فيها جبال كتير كتير، مشهورة قوي. يعني سيناء مشهورة قوي بالجبال، Mountain Range، سلسلة الجبال. There are mountains in the desert too، يعني كمان في جبال كتير في الصحراء. People visit the Red Sea mountains، بيزوروا جبال البحر الأحمر. To walk and learn about Bedouin culture، يعني الناس يا صحابي بيزوروا جبال البحر الأحمر بالمشي والتعرف على الثقافة البدوية. في حاجة هناك اسمها البدو، دول اللي بيعيشوا في الجبال وفي الصحاري. فالناس بيروحوا يتمشوا في الجبال دي عشان يتعرفوا على الثقافة البدوية ويتعرفوا على الناس دي. Bedouin culture يعني الثقافة البدوية. The mountains are beautiful، يعني الجبال جميلة جدا، بتكون جميلة. And the rocks look red، والصخور شكلها أو بتبدو حمراء، لونها أحمر. The rocks يعني الصخور look red، تبدو حمراء أو لونها أحمر. يلا تعالوا بسرعة نحفظ أهم الكلمات اللي في القطعة دي. The Sinai Peninsula يعني شبه جزيرة سيناء. الكلمة كبيرة شوية صحابي بس مهمة قوي نحفظها. The Sinai Peninsula، The Sinai Peninsula، شبه جزيرة سيناء. عندنا كمان around يعني حول، around، around يعني حول، A-R-O-U-N-D، around يعني حول، ما ننساش. وكمان عندنا Mediterranean Sea، البحر المتوسط. Mediterranean Sea، ربيت أفتر مي، Mediterranean Sea، البحر المتوسط أو البحر الأبيض المتوسط، اسمه كده يا صحابي، البحر الأبيض المتوسط، Mediterranean Sea. طيب البحر الأحمر اسمه إيه؟ Red Sea، Red Sea، سهلة جداً. Red يعني أحمر، Sea يعني بحر، على بعض البحر الأحمر، Red Sea. وعندنا كمان The Sinai Mountains Range يعني سلسلة جبال سيناء. The Sinai Mountains Range، سلسلة جبال سيناء. The Sinai يعني سيناء، Mountains يعني جبال، Range يعني سلسلة، على بعض سلسلة جبال سيناء. Famous يعني مشهور، Famous يعني مشهور، F-A-M-O-U-S يعني مشهور أو معروف يا صحابي. اسمها Famous، famous، repeat after me، famous. وكلمة مهمة تاني يا صحابي اسمها Bedouin culture يعني الثقافة البدوية. Bedouin culture، الثقافة البدوية. آخر كلمة معانا rocks يعني صخور، rocks يعني صخور. شايفين زي اللي في الصورة دي، دي اسمها rocks، صخور. دلوقتي بقى يا صحابي تاكوا تحت الفيديو هتلاقوا كلمة سبسكرايب، دوسوا عليها، وبعد ما تدوسوا عليها هتلاقوا كلمة لايك،
وبعدين اعملوا شير لو حبيتوا الفيديو وعايزين تشاركوه مع اصحابكم عشان نقدر نكمل. ده كمان جروب على الفيسبوك لو حابين تنضموا. واشوفكم الحلقة الجاية.